ينضم الينا من المنامه نيشت لاكوتيا رئيس الابحاث في سايكو. اهلا ومرحبا بك وشكرا على وجودك. يعني واضح انه الاقتصادات الخليجيه بصفه عامه ستستفيد الفتره القادمه، وربما هذه المنطقه هي المنطقه الوحيده في العالم التي ستكون مستفيده بهذا المقدار بسبب ارتفاع اسعار الطاقه في ظل يعني تفاقم الاوضاع في اوكرانيا وتاثيراتها. الارتفاع في يعني اسعار الطاقه وارتفاع الناتج المحلي النفطي كيف ينعكس بشكل غير مباشر أيضا على نمو النشاط غير النفطي؟ نعم، نعتقد أن هناك ظروفا جيوسياسية تؤثر في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، نحن ندرك أن أسعار النفط المرتفعة سوف تصب في مصلحة هذه الدول، ولكن فيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية فنحن نفهم أن هناك ترابطا قويا، لأن الحكومات سوف تتمكن من زيادة النفقات على المزيد من المشاريع الجديدة بما في ذلك المشاريع العامة والخاصة على حد سواء، فإن ذلك أيضا سوف يسهل عملية إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة. فلذلك نحن نرى أن القطاع غير النفط سوف يستفيد من هذه الظروف والأوضاع في القطاع الطاقة في منطقة الخليج. طيب، انعكاس هذا النمو الذي نلاحظه أيضا على أداء معظم أو مختلف القطاعات في الاقتصاد، ودائما السؤال الذي يطرح، يعني دول الخليج اتخذت خطوات الأعوام الماضية لتقليص اعتمادها على النفط ولتنويع إيراداتها، ومن ضمن هذه الإجراءات كانت يعني تشديد الإنفاق أو تقليص الإنفاق في موازناتها العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وغيرها. البعض يرى أنه يعني يمكن لدول الخليج أن تأخذ بعض الاستراحة في التوقيت الحالي بسبب طبعا الإيرادات المرتفعة للنفط، والبعض يرى أن دول الخليج يجب أن تواصل في نفس السياسة، سياسة تحرير أسعار الوقود مثلا، سياسة زيادة ضريبة القيمة المضافة أو حتى ضرائب الشركات وغيرها. ما هو تقديرك للموقفين؟ نعم، أعتقد أن ما تعرفه الحكومات لهذه المنطقة هو أن هذه الأسعار المرتفعة لن تبقى إلى الأبد، فنحن نرى الآن فرصة للحكومات المحلية لزيادة النفقات، ولكن ما هو المهم في هذا السياق هو أن الظروف الجيوسياسية لا تزال تؤثر في هذه المنطقة من وجهة نظر التضخم، فبالتبع هم سوف يتخذون عددا من الإجراءات للسيطرة على التضخم، فهذا أحد الإجراءات أنا لا أستبعد بعد المعونات للقطاعات، بالإضافة إلى المعونات على مستوى السكان المحليين بغية حماية المستهلكين من التضخم، بما في ذلك إمكانية انخفاض ضريبة القيمة المضافة في عدد من هذه الدول. فعلى أي حال المستهلكون سوف يعانون من نزعة التضخم، ولكن الحكومات سوف تستخدم الأعوائد من قطاع النفط لإمكانية تخفيف وطأة هذه المعاناة، ولكنني أظن أن استراتيجية التنوع الاقتصادي لن تتوقف في هذه الدول، لأن حقبة الأسعار المرتفعة للنفط من الممكن أن تنتهي في المستقبل، إنهم يجب أن يعتمدوا على العائدات المختلفة. طيب، بالنسبة للكثير من دول الخليج في المرحلة الحالية، يعني ربما تأخرت بعد جائحة كورونا في الكثير من خططها. دعنا نأخذ السعودية كمثال وخطة السعودية 2030. جائحة كورونا ضغطت طبعا على هذه الخطة كما ضغطت على بقية الاقتصادات العالمية. هل الارتفاعات الآن في أسعار النفط وتقلص عجز الموازنات الخليجية، وربما هذا العام سيكون الأول في عقود الذي نحقق فيه فائض يعني في المملكة العربية السعودية، هل كل ذلك سيعوض الفترة التي تأخرت فيها دول الخليج في خططها خلال الجائحة؟
بالطبع مع الأخذ بالحسبان ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك سوف يساعد هذه الدول في اللحاق بالقافلة وبتنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الكبرى. أظن أن الحكومات لهذه الدول يجب أن تستغل هذه الأموال المتدفقة إلى الاقتصادات لتسريع تطبيق هذه الاستراتيجيات فيما يتعلق بزيادة التوظيف في القطاعات غير النفطية وفي شتى المجالات التي لا تعتمد على الطاقة. بالطبع سوف يستخدمون هذه النفقات الإضافية للوصول إلى بنود رؤية 2030. أظن أن هذا سيكون أمرا مهما. نشيت لاكوتا، وأنت رئيس الأبحاث في سايكو، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.